النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله أكبر. علمه من علمه وجهله من إيه؟ من جهله. يبقى وارد إن أنت تجهله، ووارد إن كل اللي أنت سألته يجهله. ما عشان في بعض الأحيان تروح تسأل واحد فيجاوبك إجابة هي مش صح أصلاً، هو الراجل ده جاهل فتكلم. المشكلة مش في إيه، مش إن هي إن أنا مش لاقي حد أسأله، لا أنت لقيته وسألت، بس أنت ما سألتش واحد فيه الصفة دي. الرحمن فاسأل به خبيرة. أنت سألت مقيم الشعائر اللي جنب بيتكم، ده مش خبيرة، ده مش هو ده اللي هو الرحمن فاسأل به خبيرة. يبقى ممكن يكون انت سألت واحد اصلا هو فاكر نفسه عارف، وده جهله بقى مركب اشد، فبالتالي انت بقيت في مشكلة ايه اقوى. لا، وجاهله من جاهله، يبقى وارد تكون المشكلة انت فيها او المصيبة انت فيها او البلية اللي انت فيها نسأل الله العافية هي لها حل، بس انت الى الان ما انتش عارف الحل بتاعها لانك بتسأل ناس غلط. زي واحد كده عايز يتعلم تجويد، فراح لواحد اصلا يرى ان التجويد ده مش واجب، وقال له تعالى انا هديك تجويد، ده هيجيب تجويد جديد، ده لو قعد جنبه 20 سنه مش هيتعلم التجويد. يبقى هنا ايه؟ علمه من علمه وجهله من يبقى وارد ان هو ايه يجهله. يبقى لازم الواحد يبقى متاكد جدا في ان اللي بيساله ده عنده علم بالمساله اللي بيسال فيها وعنده ورع. الصفتين دول العلماء نصوا عليهما، العلم والورع. لا يكفي العلم بس، وإلا ممكن يبقى هو بعلم شد حجرين على قهوة اللي هو بتاعت زمان دي. عنده علم وعنده إيه؟ ورع. ممكن يكون عنده علم وبيطوف أول واحد حوالين البدوي وحواليه متولي وا 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 وا. لا، الرحمن فاسأل بيه. أول ما تجيلك مسألة وتبقى عايز تسأل عنها، تشوف الآية دي لازم إيه؟ كده تزن كده في ودنك كده وتضيء كده، فاسأل بيه خبير. ربنا قال لك فاسأل إيه؟ فاسأل به خبيرا، ما تسألش أي حد، تسأل به خبيرا، أي عن الرحمن خبيرا سبحانه وتعالى.